انا بقول الكلام ده لينا كلنا، للتجاره والصناعه، للناس اللي هي يعني عايز اقول ايه، الناس بتحط معايير مؤسسيه لاداره العمل، ولكن قد تكون احيانا ادارتنا ليها معيقه جدا جدا لتقدمنا، ويكون حجم الضرر الناجم عنها اكبر كتير من اي شكل تاني. فانا والله قبل ما اجي قلت طب اعمل عندي مكتب انا، واقول لهم تعالوا قدموا اللي عنده مشروع ب 100 مليون يجي لي على طول. انا بتكلم بجد والله يا دكتور. طب الدكتور مصطفى ما عمل كده برضه، مش كده؟ ده مش معناه يعني، عشان بس ما حدش يفهمني غلط، ان الناس ما بتشتغلش حالها، لكن عشان انا يعني متيقن ان احنا اذا كنا عايزين نتجاوز ما نحن فيه لابد ناخد اجراء غير تقليدي في اداره العمل لفتره زمنيه، زي ما انا قلت كده ايه، طب خليها 3 شهور. انا ممكن اعمل افتح الاجراءات شويه لمده زمنيه محدده حتى واقبل التجاوز والعوار فيها مؤقتا، ثم اضبط الدنيا تاني. بس الناتج ايه؟ الناتج ان انا عملت حجم قوه دفع هائله لمشاريع بتاخد وقت كبير جدا جدا قبل ما تطلع في فتره زمنيه قليله، ولو حتى لو فيها يعني شيء من العوار او كده. فانا بس برجع بلوم تاني على، مش بلوم، بقول لك تاني، انت بتتكلم عشان البنك يقول لك موافق انت عملت راس الجدوى. يا السيد المحافظ، ما هو البنك عشان يديله تمويل بقى، مش كده؟ ما هو عايز فلوس على الفلوس اللي معاه برضه عشان يقدر يمول مشروعه، فالبنك بيطلب منه طلبات محدده، مش كده يا دكتور مصطفى؟ يبقى اذا احنا لو هياخد تمويل من الخارج، مش كده؟ ولا بتتكلم على البنوك المصريه؟ سواء مصري او خارجي. لا لا لا، المصري هحلها وانا قاعد دلوقتي. خلاص يبقى خلاص، مش محتاجين من الخارج. المصري هقول الاتي، ان بما ان احنا عندنا قوائم لمشروعات محدده الدوله اقرتها دكتور مصطفى بين وزاره التجاره والصناعه وبين الماليه وما بين اتحاد الغرف، وعرفنا احنا طالبين الحاجات دي، احنا طالبينها، اقدر اقول للبنك من فضلك المشاريع دي لما تجي لك لو سمحت يتم العمل معها، ونبقى مستعدين نتحمل حتى لو لا قدر في اي شكل المسار اللي هيتعمل بيه المشروع. هعمل 100 مشروع بالطريقه ديت، بالطريقه بتاعت دراسات الجدوى دي، ياخدوا 5 سنين وتضيع مني الفرصه 5 سنين. بالطريقه اللي انا بتكلم عليها يمكن ياخدوا سنه، ممكن يبقى جواهم 2-3 مش مظبوطين. عشان كده انا بقول ايه، انا مستعد كدوله ادخل بنسبه، انتوا اللي عايز عشان يتجاوز موضوع الوقت والخوف، وده مشروع عشان نقدر نحقق اللي احنا بنتمناه. فالسودقش مش محتاج، لكن براحتك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.